بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 22/2/22 مديرية أوقاف الإسكندرية تشرف بوجود وحضور معالي سعادة اللواء الوزير محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومسؤولي التضامن الاجتماعي لاستقبال الدفعة الجديدة وهي الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام التي تفضل معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باعتمادها لمحافظة الإسكندرية لتوزيعها على إخواننا وأهالينا من البسطاء. هذا الأمر يتم بحضور معالي سيادة اللواء الوزير محمد الشريف محافظ الإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة النهاردة بنتوجه بالشكر للسيد وزير الأوقاف. النهاردة وصلنا في محافظة الإسكندرية 2 طن لحوم عشان يتوزعوا على أهلنا البسطاء اللي موجودين في الإسكندرية، ودي تاني مرة خلال شهر واحد. الحقيقة الاهتمام بالإسكندرية والأرياف اللي تابعة لنا في مدينة الإسكندرية بيتم التوزيع وفقا لكشوف محددة بمعرفة مديرة التضامن الاجتماعي ووزارة التضامن اللي بيكون مسؤولين مسؤولية كاملة عن عملية التوزيع. أنا بتابع معهم بنفسي والمسؤولين في ديوان المحافظة بيتابعوا عملية التوزيع بالكامل. بيبقى في لجان مشكلة عشان يتم التوزيع بالأحقية الكاملة ولأهلنا المستحقين فعلا على المناطق الريفية اللي فيها احتياج من أهلنا. بيسعدنا أن يكون العملية مستمرة. احنا داخلين على ان شاء الله شهر رمضان، فالحاجات دي مهمة جدا، وشكرا للجميع والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تسلمت مديرية أوقاف كاي سويف اليوم عدد 2 طن لحوم صكوك الإطعام، وذلك لتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي مديرية بني سويف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والله ولي ذلك.